هاي عنا أبو محمود مانع والمحامي منصور جايين يودعوني، وأنا والله مش هاين علي أودعهم ولا أودع البلد. هذيك من يومين طلعت واسكيت الشجرة فيها، هلأ بدي أسكيتهم وأرونيشين لأن كان محسين هاي بدير بالها عليك نو لا مسكين المسكين لا بتمرنيش، ما هي ضد البتمرش بتضلك تقول للشجرة اللي بتثمرش أي شيء بدها نكل بدها نكل أي شيء بكتير المحسين مطرح والله ماني لاكلها مطرح ولا يفتح عشان كيف بتبس يا حرام انا بحطها بشيء عوان على المخبر هي بعدها دار عوان انت الثانيه بضل تقول دار عوان ودار الصابوني يعني بدي شلون ترجعوها اذا سمعوا هالحكي اهلا وسهلا ان شاء الله يا ربي ترجع بالسلامه الله يسلمك كل سنه انت بتيجي هاي العام ما جاش بس العام ما جيت والله فكرت انه سمح الله تعبان بقول لا وراك كنت مشان وراك كنت وراجع المحامي شهر سبعة انا بطلع على هالضوء لما بك الضوء يضوين تقول هروب أجا العام بقول بسام والأخير خالد خالد بقول والله أنا عارف بعد يوم ما بعرف شنو اللي حاكي معك سأله قلت له لا أنا فيش بس بدي استنى الأوراق بس أنا في الأوراق وبعدين تصل في مرة عزيزي في مرت خالي بقول له هي فلان الله بلا الكلام أنا عرفت عرف قبل ما عرفت اللي بكيت أقول لهم حسين مش عارف تقول هي والله مني وشو عرفها قلت هلا شفت الخبر 50 واحد بتقول وانا في البلد وانا هنا والله ما سمعت بقول لك بقول له هي اللي قبل شوي عن واحد كلمة معي خبر والله زين ابو ماهر اهلا بي هسه بضل لك سلم على جميع هناك الله يسلمك قرايبك وحبايبك واصحابنا هناك اللي بتشوفهم الملاح 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 السلم شارك وعزيز شو اخبارك اقول لك منيح قلت له يا زلمه اجى مره شو شغلت هلا ولد هذا صار متجوز اكثر من 3 مرات مرتين ما تجوزت اللي طلقها بتوي اخذوا احنا ناخذ نايما صلى الجمعه مطلق مره ثانيه باك تيجي هنا بداش انت باك تيجي هنا قلت الزهراء لها وبعد 4 أشهر لا بيت وصلش وبعد 4 أشهر يا حسين كيف حالك؟ تعرفي من هناك جاوبك تعرف ولا والله يا ابو ماهر اهلين باكي تيجي شايف كل 4 أشهر وين قلت له؟ والله ماني عارف انا وين قلت ايه والله إيه. انا قلت هذا لابن هي والبكى حياه ابو الصابر وجماعته اللي يروحوا لهم بيض لما يروح على بيته يقولوا اللي عنده بيض للبيع يلحقوا بالحجار كاثر لهم اياه يضربوك قلت هذول متأخرين كل شيء لا كل شيء أصلاً في كبت اليوم كل شيء تبدل اليوم إيه ولا هو يا زلمي ولا هم فاتوا الأمريكان المهم في شغلات عندنا أكثر من الأمريكان تقعد 4-5 أيام عندها ماشي إنك وقتها كانت تزور أختها في نابلس مروحة واللي ما فيها أخو مرت عزام اللي بكسير وعلي حسين هذا كنا نأخذ صاحب الأول يعني نأخذ شكة في النفس ظلها عنده وتحكي مع أختها وتيجي عنده تقول لها تتصل أختها فيه مجاهي تقول لهم ما تهملوا شم هيا سوسن عنده فجوزها أنه اشتلك أو شيء أو صدق أخبار شيء من جمعة فالنبيرة أو النبيرة عزم طيب يعني راح عند أختها هي تروح عند أختها تروح أول على أشهر فبعدين تيجي عند أختها وهي شك عن من فيه صاحبها الأولاني لها صحاب كيف صاحب واحد متجوزة الأولى بعدين جوزها يجي من الناس فسكت اليوم والله العظيم كل ما هذه متجوزة يعني مثل الكلوفة كان لها علاقة بعد العلاقة يا سيدي وهي تستنى في الفيزا
ابن عزيز مسجل عليها 3 سونات سي دي قاعد مسجلها هي. كل اللي تحكي له اياه صار. بتقول له مش هون، مش يوم بدها عمتي عملوا لي تلفون، هي بتقول له على التلفون مسجل، مش بتقول عمتي انه مش انا اروح معاه انا بس مش انا اشتري شنطي. فانا قلت لهم انت روح قدامي وبنتك على الطياره، وانا ما رحتش. انا قلت لهم هيش عندهم مشان اكون مسجل هي هنا كبت هذا الكبت يحجبوها غصبا عنها شايف تبقى تتصنع في الاخلاق والدين تصنع. ايه الله يرحمه قال كلها هاي فينا شيء منها شيء. هي عمي تمنى انا بس على راسي تصنع. صلى الله عليه وسلم. بعرفش السكر بدي اشم احسن والله. اوعى الكاميرا بس انت تغطي عليها صحيح بشرتي جميل هنا الله يعطيك قديش انا حطيت واحد واحد سكر هيك انا بشرب اكثر من واحد ما احط لا بس احب فيها. صاحب محمود مع خرطوش وسيد عصافير وحسن درهم صحيح ما بكش لا بكش يا سلام تفضل شوف والله العظيم كان بتقول لي اي والله لو بتروح معي والله لا اخذها حتى الارانب ام حسين مربتين ما شاء الله هي اللي ربتهم بلا انا ربيت وصل مسخونه عندي بس ما فيش مطرح وهسه خلي ما فيش تربيهم ما فيش مطرح ولا الحوش ما يسعش ارنب ما بده المخون ولا بنشترين خب والله اهلا وسهلا شرفتوا يا ابو محمود الله يحفظك وانت بتيجي راسا من فنزويلا الان اه بتميلوش على لا بنروح على الاردن عن طريق الاردن ممنوعيش الان غلبي مزبوطة معاوية نروح على الاردن هسه بقول لك شو صار معي في الاردن